السلام عليكم. انا كابتن ابراهيم بدر، مدرب كلاب. ده كلبي اسمه جينو، ده كلب تشاو شاو، نوعه تشاو شاو، كلب صيني، ينفع يبقى فاميلي فريندلي برضك مع الاطفال ويتربى في بيت عادي، وفي نفس الوقت ينفع يتدرب حراسه بروتكشن. وكلب ملوش اي يعني سلوك تغير في السلوك بتاعه لما يكبر ولا حاجه، كلب وافي جدا، وكلب مؤدب، وكلب يعني جميل. مش يعني ايه الناس بتفضله، اللي عايزه تربي كلب في بيت بتفضله عشان هو بيبقى حجمه صغير، تمام؟ لان طبعا لما تجيب كلب جاينت او كلب جيرمان او كلب روت بيبقى حجمه ضخم في البيت، ما بيبقاش مستحب يعني، عشان ما يوقعش التحف او اي حاجه موجوده في البيت ممكن يوقعها. اما بالنسبه للكلب اللي تشاوشاو السيني دوت، كلب اليف، كلب فيري فريندلي، واقدر ادربه حراسه وبيقوم بالدور ده كويس. بس اهم حاجه اما اجي اختار الكلب، اختار الكلب اللي يناسبني انا، مش عشان في مشكله الناس شافت مثلا مع فلان كلب، طب هل الكلب ده ينفعني انا ولا ما ينفعنيش، الكلب ده ينفع الشخص ده ولا ما ينفعش. يعني مثلا ما اروحش مثلا اجيب كلب رود وايلر واربيه مع طفل، او مثلا اجيب كلب رود وايلر واربيه مع واحده ست او بنت. الكلب رود وايلر بيبقى عايز شخصيه قويه. اما بالنسبه للشاوشاو، هو كلب يقدر يتحكم فيه الكبير والصغير، لان كلب مش حجمه كبير، حجمه صغير، كلب فريندلي هادي. من 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 مميزاته ان هو مش كثير النباح، يعني برضك بيواجه الناس اللي قاعده في بيوت ومنطقه سكنيه فيها تجمعات سكنيه موضوع النباح الكثير، لا الشاوشاو مش في دي. كلب مؤدب، هو عنيد شويه في التدريب، بس لا يعني مع الوقت بيبقى كويس ومؤدب. في الحراسه هو بصراحه يعني اللي واجهني اربع كلاب، كانوا اتنين كان عندهم الغريزه الجبليه صاهر عليهم في الحراسه، بينبحوا وبيهجموا، وكان في بعضهم مش في الحراسه مش كويس. لان يا جماعه موضوع الحراسه دي غريزه جبليه ربنا خلقها في الكلب، يعني انت لو مشيت سوري في الشارع وكلب بلدي انت دخلت في مكان غريب هيهوى عليك، هو مش هيشتبك معاك فعلا، بس هو بيقوم بالدور الحراسه، بينبه الناس اللي موجوده اللي في حد غريب. فبقول ان الكلب اي كلب ربنا خلقه في النقطه دي، بس في حاجه، في كلب ينفع للصيد وفي كلب ينفع للحراسه. يعني في ناس مثلا تجيب كلب زي مثلا جولدن، كلب فريندلي وكلب صيد، اجيبه عشان حراسه، لا ده مش شغله، انا حطيته في المكان اللي مش مناسب. اما برضك احنا عشان ما نطلعتش عن كلبنا تشاوشاو، كلب جميل، وانا برشح الناس تقتنيه لو حد اول مره يقتني. يعني من ضمن الكلاب دلوقتي اللي انا دلوقتي برشحها، لو انت هتربي اول مره، في فرق ما يكون لسه اول مره تربي كلب، ما تربيش كلب مهايبر، ما تربيش كلب ذكي، ما تربيش كلب قوي عنيف زي الروت، لا تربي كلب فريندلي، كلب هادي، وتقدر بعد كده تشغله حراسه عشان يبقى من ناحيه شرعيه ليه معاك لازمه في البيت عندك، او سواء في المصنع او الكلام ده كله. وكلاب جميله وكلاب قويه، يعني مش كلاب سهله يعني، بس ما فيهاش اي مشاكل. البيهيفير بتاعها ما بيتغيرش على اصحابها، لا يخضر ولا يحصل له مثلا، في بعض الكلاب مثلا بتحصل لها مع سن الكبر حاسه الشم تضعف او الكلام ده كله، بس هو دايما بصراحه من عيوبه برضك ان هو ساعات بيحصل له مشاكل في عينيه، في الجفن بتاعه دي بتبقى مشاكل. في الصيف بيبقى عندهم مشاكل في التنفس شويه عشان الشعر. هو بعض المربيين وبعض البريدر بيحاولوا ان هم يحلقوا له شعر والكلام ده كله، بس انا بحب برضك التخصصات. انا يعني لو اهتميت بكلبي وحطيته اثناء الحر في مكان رطب ما يكونش شمس، يكون المايه قدامه، على الاقل مثلا حطيت له مروحه، الكلب يقدر يتاقلم ويتكيف وتعيش معاه في الحاله دي. لكن ما بقاش مثلا بقى مهمل، ما بسرحوش كل يوم، ما بحمدلوش الشاور بتاعه، ما بنقهوش من الحشرات، طبعا كل ده بيفرق مع الكلب في صحته وفي حالته النفسيه. يعني احيانا الكلاب من كتر المرض والتعب بتتحول، يعني واحد عايش عيشه مش مظبوطه. لا وفي حاجه بحب انبه عليها، انت جبت كلب ما جبتش روبوت، يعني ايه؟ مش الناس، في بعض الناس عايزه تربي كلب بس عايزاه يمشي بالريموت كنترول، لا انا جبت كلب يعني جبت طفل تاني معايا في حياتي. الطفل ده اللي هو الكلب ماشي بتاع التشبيه، بيعتبر ان احنا اسرته، بيبقى عارف مين قائد البيت، عارف مين الشخصيه دي، بيتعامل مع كل شخصيه على حسب شخصيتها. فلازم اكون كلنا شخصيه متزنه، شخصيه بتتعامل صح مع الكلب، ببدا صبع عقاب، لازم اهتم بيه من ناحيه شرعيه، هتحاسب عليه لو انا ما اكلتوش ما شربتوش. لا ما اقولش لا ده كلب ياكل فراخ ليه، ياكل لحمه ليه، هو لو عايش في البريه ربنا هيرزقه بغزلان بنعام، هياكل الكلام ده كله. فانا عشان اربي كلب اشوف الكلب اللي يختار شخصيتي ويناسبني، مع سواء مع اولادي مع زوجتي في المكان اللي انا عايش فيه.
فمن ضمن الكلاب اللي انا برشحها للناس لو لاول مره يقتني هو الشاوشاو. كلب لطيف جدا وكلب جميل، وبعد كده يقدر يشتغل في البروتكشن بيبقى كويس جدا ومحترم، وما عندوش اي تغيرات في السلوك بتاعه مع اصحابه. ده بيكون حجمه هو في حجم منه بيبقى الصغير وفي حجم اللارج كبير شويه. هو في لونين، اللون اللي هو الفاتح واللون اللي هو الجولد شويه الاصفر ده. كلاب لطيفه وجميله وما عندهاش مشاكل في السلوك مع يعني، وحتى تقدر تطبعه ويعيش مع كلاب ثانيه عادي. وشكرا. هو يعني هو ابتدى يشتهر، كل اللي ابتدى جابوه من في مصر حاليا ابتدى يجاب من بره، يعني كان بيجاب من اوكرانيا، كان بيجاب من تايلاند، يعني دي المشهورين بالبلاد. وفي بلاد تانية في اوروبا كتير، في تركيا يعني ناس بتجيب من تركيا، يعني هو منتشر في اوروبا كتير يعني، بس يعني معظم الناس بتجيب من 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 من, من تايلاند واوكرانيا. الكلب دوت ده كان من خلفه عندنا، احنا عندنا بريد كابتن محمد محرم جايبه من اوكرانيا وجايب كلاب محترمه جدا، ده مولود عندنا. لو الكلب جاي من بره كجرو بيعمل له حوالي 900 دولار كجرو صغير عمره 4 شهور او شهرين. لو محلي في مصر بيبقى بيتراوح ما بين 15 ل 16000 جنيه للجرو. لكن لو كبر بقى حسب مواصفات الكلب، لو كلب كويس وكلب يعني الناس اللي شغاله في الانتاج والفرخ الكلاب، لو كلب بقى كبير وبينتج وبيخلف ومعندوش اي مشاكل ما بيعضش الكلام ده كله كويس، بيفرق في سعره كتير اكتر. بيبقى ممكن في كلاب بتتراوح بتعدي 70 80000 جنيه على حسب مواصفاته وحسب انتاجه والبريد بتاعه. جينو ده كلب مولود عندنا هنا، كان فرخ عندنا جرو وما شاء الله حاجه محترمه. هو عنده دلوقتي سنه وثلاث شهور لسه، يعني ان شاء الله كده بنشوف له عروسه كده بنت حلال من سكان العبور عشان يجيبوا جراوي كويسين. شكرا. العفو فندم.